اهلا وسهلا بيكم، حلقه جديده مع محمد عادل من هوك. طيب حلقه النهارده عن السايبورغ اللي هو ايه، نص انسان ونص اله. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه النهارده. اول حاجه انا بفتح طبعا فوتوشوب، عندي ده الشكل النهائي بتاع اللي انا هشتغل عليه، وطبعا هعمل نيو فايل. والمقاس اللي هشتغل عليه المرة دي 3200 × 2000، ممكن نسمي الفايل سايبورغ. اوكي طيب هنشوف الماتيريال اللي عندي. طبعا انا ضامم الماتيريالز اللي انا مستخدمها هنا في فايل واحد، في بي اس دي واحدة. طيب ده الشخصية اللي انا هشتغل عليها. طيب اولا انا عندي الشخص ده انا هقصه، فانا اوريدي قصه هنا. اوكي وعامله سمارت اوبجكت، تعال نخليه هنا. اوكي انا بالنسبه لي انا مش محتاج ده دلوقتي. هاخد بس منه اللون بتاع الارضيه بتاعتي، يعني انا ممكن اجي اللون ده مثلا، ممكن اجي مثلا اختار اللون ده واعمله في الارضية بتاعتي، وممكن اجي اخد اللون ده مثلا. ممكن اعمله في لير تانية، وممكن اخد اخر لون واعمله في لير تانية لوحدها اللي هي دي. اوكي خلينا نداري دي دلوقتي. طيب اول حاجه طبعا انا بالنسبه لي ديت هبدا امسح فيها من الاطراف بتاعتها، ممكن نخش على بعدها امسح طبعا الاطراف خالص، وهخلي بس الجزء اللي في النص بتاعي. بالشكل ده. طيب هديها برضو شوية بلير علشان ايه ما يبقاش فيه مشاكل في الموضوع عندي شوية. وهنا برضو نفس الكلام. ممكن اعمل واحدة تانية افتح بكتير من دول. نخليها في النص. طيب انا هقلب في ديت شوية لحد ما اوصل للمرحلة اللي انا عايزها. طيب خلينا في المرحلة ديت، وممكن نعمل لها جازم بلير. بالشكل ده مثلا. اوكي طيب ببدأ بعد كده اشوف الايتمز اللي عندي. طبعا انا ديت انا مش محتاجها خلاص، انا اخدت منها لون ارضية، ممكن امسحها وممكن اخليها في الجزء اللي تحت. خلينا ديت خليها باك جراوند. طيب بعد كده بشوف الماتيريال بقى اللي عندي. طبعا كل دي حاجات هبدأ اوظفها في الشكل بتاعي. ده خلاص انا مش محتاجه، ممكن اخد ديت كده زي ما هي واخليها حوالين الشخص بتاعي وانا بشتغل. طيب اول حاجة طبعا انا هحتاج ان انا افتح دي، طبعا فيها ماتيريالز كتير قوي. هبدأ اداري واحدة واحدة الحاجات اللي انا مش هحتاجها. اوكي طيب اول حاجه طبعا انا هاخد دي.
طلعها بره الجروب. اوكي انا اوريدي خليتها لون مثلا اخضر. هنلفها مثلا بالشكل ده. وطبعا النسبة بتاعت الايد، يعني انا لو انا هستخدم الايد بتاعتي وهركبها بشكل معين، لازم طبعا الطول بتاع الدراع نفسه يعني من هنا لهنا هو نفس المقاس من هنا لهنا، فانا كده لازم اكون واصل مثلا للحتة دي. بالشكل ده مثلا ممكن تبقى كده مثلا. اوكي انتر. وهبدأ طبعا اعمل اشتغل في الدراع شوية. هبدأ طبعا امسح الاجزاء اللي انا مش محتاجها، الجزء مثلا ده كله كده انا مش محتاجه ممكن اشيله. كل ده انا هشيله طبعا كوماند شيفت وانتر، بعد كده بفرشة بشيل الجزء اللي انا مش محتاجه. اوكي طبعا انا بالنسبة لي هفصل برضو الجزء ده، يعني انا محتاج ممكن اخد واحد تاني من ده. اوكي وهفصل الايد بس لوحدها وانا مكبر شوية علشان ما تبكسلش مني، لان انا كده كده ده هقصه فهيبكسل مني، فانا احتاج ان انا اقصه بطريقة كويسة وعلى حجم كبير. يعني ممكن مثلا افصل الجزء ده كله كده. بالشكل ده هعمل منها كوبي وأحولها سمارت اوبجكت. وأصغرها بالشكل بقى اللي يناسبني أنا. طيب أنا عندي الجزء اللي تحت ده خلاص أنا مش محتاجه، أنا مش محتاج دي، همسحها وهبدأ أصغر الإيد شوية وأمسح الجزء اللي تحت اللي أنا مش محتاجه برضو. يعني أنا كل ده أنا مش محتاجه. تعالوا نرجع تاني في الحتة دي. اوكي تعالوا برضو نصغر دي سنة. طبعا بالنسبة للإيد التانية لازم تبقى نفس المقاس برضو. بالشكل ده مثلا. وعندي برضو الجزء ده هزوده تاني بالطريقة دي. اوكي طبعا لو عندي شوية دفوهات هنا عايز اظبطها مفيش اي مشكلة، بعمل ماسك وببدأ امسحها. كده مثلا تمام. طيب بنشوف بس الايد كده نحاول نظبطها لحد ما نحس ان هي راكبة سنة عليها. طبعا لو عندي مشكلة في دي ممكن اظبطها شوية بالسكيو. طيب خلينا ممكن ننزلها سنة بسيطة تحت كده مثلا، ممكن نظبط دي سنة بسيطة. ك
اوكي، وطبعا يعني هي دي كده لازم تصغر سنة كمان. لو هنصغر فيها محتاجة انها تصغر سنة بحيث ان انا عايز اعمل تداخل بينها وبين الايد نفسها. طبعا لازم النسبة نفسها تبقى مظبوطة بحيث ان انا ما يبقاش عندي مشكلة في الشكل بتاعي. طيب خلينا بعد كده ممكن نعمل ايديه شادو، انر شادو. شكل ده مثلا وين نغمقها سنة. طبعا انا عندي الجزء ده هقعد اظبط فيه لحد ما يبقى باين اللي هو داخل في الايد نفسها. تعال نشوف برضو لو عملنا ده هيبقى عامل ازاي بالشكل ده مثلا. طبعا الحاجات دي كلها انت متحكم فيها، انت اللي بتخففها وانت اللي بتقلها وانت اللي بتشتغل فيها براحتك. اوكي، طبعا انا بالنسبة لي هبدأ افصل دول، create layers، وهمسح الاجزاء اللي انا مش محتاجها خالص. كل ده انا بالنسبة لي مش محتاجه. نفس الكلام بالنسبة لهنا. طيب انا عندي بس الحتة ديت بارزة سنة، فانا هحتاج ان انا اخش اعمل لها ليكوفاي. عايز ازق بس الاجزاء دي شوية. تعال نشوف كده. طبعا انا بشتغل عليها تاني برضه. تمام، عندي برضو مشاكل هنا مثلا ولا حاجة، انا ممكن امسح ديت خالص. تمام، يعني انا كده ممكن الدراع نفسه بالنسبة لي راكب شوية مظبوط. طيب طبعا بعد كده انا بشوف ديت كجروب كده، بعمله كجروب واعمل له لير تانية فوقيه. ممكن اديله لون غامق شوية، ممكن تون زي ده مثلا. وامسحهم الاجزاء اللي انا مش محتاجها. يعني انا مثلا عندي هنا الضوء بتاعي منور قوي، همسحه طبعا من الاجزاء دي. اوكي، ممكن برضو اضيف عليه ضوء تاني، الدرجة الابيض بتاعتي برضو انوره شوية من الاطراف بتاعته. طبعا الكلام ده كله في التقفيل بتاعي، بس انا بعمله بالمرة علشان يعني ممكن معرفش ارجع له تاني. تمام، طيب انا كده ممكن اكون عديت مرحلة لطيفة. تعالوا بس يعني ممكن نظبطها برضو اكتر سنة. يعني انا ممكن اخدها كده اميلها سنة بسيطة. ان
شوف كده كده احسن شوية. تمام. طيب ماشي. طيب خلينا نبدأ نشوف ماتيريالز تانية عندنا. يعني انا ممكن اعمل دي جروب ونخليها مثلا اورنج ونسميها هاند. اوكي هنبدأ نظهر تاني الحاجات اللي احنا عايزينها. طيب ممكن نستخدم حاجة زي ديت وحاجة زي ديت. خلينا نخفي دول دلوقتي. اوكي طيب واحدة واحدة كده نبدأ نركب الحاجات بتاعتنا. يعني انا عندي حاجة زي دي هاخدها على الجزء بتاع البطن بتاعي. طبعا انا شفت فيها الحتة اللي هي الكيرفي ديت فقلت اركبها على مكان البطن. بالشكل ده مثلا. انا بالنسبة لي انا مش محتاج الجزء ده حاليا. تمام. وممكن استخدم دي. ممكن اوظفها هنا عادي. طبعا انا بشوف الرؤية المناسبة ليها وبحطها. بالشكل ده مثلا. وطبعا هقلل فيها سنة واعمل لها ماسك وهبدأ اكل في الحتت ديت. انا الحتت ديت بالنسبة لي عايزها. والجزء ده ممكن يتاكل سنة. ممكن تنزل تحت سنة بسيطة. تمام. أنا كل الجزء ده بالنسبة لي عندي هيبقى يعني هيبقى موجود كده كده في الصدر بتاعي فهيبقى باين الظل بتاعي عليه. يعني انا ممكن ازود ده كده شوية اعمل عليه لير تانية. طبعا هاخد من الدرجة بتاعتي اللي هنا دي واغمق عليه سنة. ممكن اخد درجة زي دي اغمق عليه برضو خليه نفس سوفت لايت. ممكن نعمل واحدة تانية برضو نخليها تحت. طبعا باخد مكان الظل والنور بتاعي اللي موجود تحت. تمام. نفس الكلام بالنسبة لهنا. طبعا الجزء ده كله برضه هيغمق بالشكل ده. وممكن أضيف تاني برضه عليها في الأطراف دي بتاعتي. ويعمل بلير علشان ما تبقاش باينة قوي. اوكي نفس الكلام بالنسبة لهنا. اوكي تمام كده احنا
وصلنا لحتة كويسة. طيب بعد كده ممكن أبدأ أشوف حاجات تانية برضو ممكن أستخدمها. تعال نشوف materials تانية عندنا. ممكن ناخد حاجة زي كده مثلا. طبعا في ديتيلز كتير قوي لما تتحط بيبقى ليها تأثير، بيبقى ليها شكل حلو. تعال نشوف برضو حاجة زي كده. ممكن نوظفها في حتة زي دي مثلا. خلينا نفتحها شوية، خلينا نخليها أبيض. أوكي، وين خليها تحتها؟ بالشكل ده مثلا. طبعا بص كده شكلها عامل ازاي. طيب انا ممكن اجي اضيف واحدة تانية منها. وين نخليها تحتها؟ طبعا انا كل ده انا لسه ببني الصدر بتاعي بتاع الشخص. هنخلي المكان ديت هنا مثلا. ودي ممكن يعني نغير في دي شوية. هنا برضه هنغير الحتت الغريبة دي، ممكن نمسحها شوية برضه. طبعا لو في حاجة عايز أرجع لها مفيش أي مشكلة. تعالوا نبعد كده شوية ونشوف تاني عندنا إيه. طيب انا عندي ديت هتبدأ تغمق. خلينا نقول برضو نمسح لو في اي مشاكل هنا. اوكي، ويخلينا نغمق فيها براحتنا برضو هنا. خليها نورمال دلوقتي. ماشي، ممكن نعمل واحدة تانية برضو عليها بالشكل ده. وين نعملها؟ ممكن طبعا نجرب برضو البليندنج مود كده، نقعد نغير لحد ما نوصل لدرجة كويسة. ممكن هارد لايت وين نهدي فيها سنة بسيطة. اوكي، وحاجة زي كده برضو ممكن اجي اعمل عليها لاير واضلم ده سنة. واحدة تانية أغمق دول ويديهم blending mode. أوكي، طبعا كل الكلام ده في الشاست عندي فلازم يتظبط جدا. طيب عندي برضو الجزء بتاع
الشست طبعا خلينا دول نحطهم مع الشست، نفس الكلام هنا. حاجة زي ديت مثلا برضو هعمل لها inner shadow. تعال نشوف كده بقى عامل ازاي. طيب تمام، طيب حلو كده. ماشي، انا عندي بعد كده في حاجات كتير لسه هتضاف، واحدة واحدة كده نبدأ نضيفها. طبعا انا عندي هنا بدأ يبان شوية الشيست بتاعي، خلينا نغير لونه برضو ونشوف ماتيريالز تانية عندنا. طبعا حاجة زي ديت، طبعا انا بستخدم كل واحدة فيهم بطلعها هستخدمها مثلا بخليها في الجزء بتاعي او في المكان اللي انا هستخدمه. طيب عندنا حاجة زي كده مثلا، ممكن اعمل برضو منها كوبي دي، خليها من غير لون. خلي الكوبي بتاعها دلوقتي عندنا برضو عشان هستخدمه في الجزء بتاع الدراع. طيب هبدأ أخفي طبعا الحاجات اللي أنا مش محتاجها، حتة زي دي مثلا. اوكي، وممكن اخليها تحت هنا مثلا بالشكل ده، وابدا اشوف ايتمز تانية عندي برضو. طيب عندي حاجة زي دي ممكن استخدمها هنا، طبعا بعملها سكيو علشان تبقى متماشية مع حركة الدراع بتاعتي أو شكل الدراع عامة يعني، بالشكل ده مثلا. ممكن تكبر سنة بسيطة. اوكي، طيب خلينا نحطها دلوقتي هنا. طبعا اي حاجة بستخدمها بوظفها على طول، بحاول ارميها بحيث ان انا اشتغل فيها على طول اول باول. طيب نفس الكلام بالنسبة لهنا، عندي حاجة زي كده مثلا برضو هوظفها. بالشكل ده مثلا، خلينا برضو نحطها فوق. ممكن برضو ألغي الجزء ده كله كده بالنسبة لي. طبعا أنا كده كده الجزء دوت فيه عندي الآلة بتاعتي، فهو مفيش فيه مشكلة خالص يعني إن هو يبقى هو اللي باين. بالشكل ده تمام. تعالوا نبعد كده شوية. طيب أنا دول بالنسبة لي وظفتهم، تعالوا نشوف حاجة تانية برضو. ممكن حاجة زي كده برضو، بنشوف احنا بنوظفها فين. ممكن نرجع دلوقتي نخلينا في دي، نشيلها مش محتاجها أو مش هستخدمها دلوقتي. طيب خلينا نشيل الحاجات دي دلوقتي، ما نستخدمش برضه، مش دي الحاجات اللي أنا هستخدمها.
ماشي. طيب انا ممكن بالنسبة لي ابدأ اشوف مثلا حاجة زي دي، ونخليها فوق. طبعا كل حاجة ببنيها واحدة واحدة لحد ما بشوف شكلها مناسب وببدأ أستقر عليها أو لأ. برضو خليني ممكن أستخدم حاجة زي كده. طبعا أنا بقعد أملى الأول يعني الخانة بتاعتي بتاعت الحاجات اللي أنا أستخدمها، وبعد كده ببدأ أستقر على الحاجات بتاعتي خالص أو الفاينل بتاعي عامة. طيب أنا ممكن آخد الأجزاء دي، يعني ممكن آخد حاجة زي كده دلوقتي، ممكن أوظف دي مثلا. طبعا الكادر بتاعها لازم يبقى مظبوط معايا علشان يبقى باين ان هو متناسق مع الدراع. يعني انا ممكن اجي مثلا اعمل كده، هو الكادر عامة بالنسبة لي دلوقتي مظبوط، بس هحتاج ان انا اشيل الدرجات السوداء دي، يعني كل ده هشيله مثلا. ويب البراش تول، امسح كل الكلام ده. كده تعال نشوف المعدن دوت بقى عامل ازاي. طبعا انا واحدة واحدة ببدأ ابتاش الحاجة ببعضها، اوصل حاجة بحيث ان هي يبقى باين انها رياليستيك وباين انها شغالة معايا. اوكي ممكن برضو اكرر دي تاني. يعني تعال نشوف كده لو خدت منها حتة بسيطة. حاجة زي كده مثلا، وننزلها تحت. امسح طبعا الجزئية اللي انا مش محتاجها، كل ده انا مش محتاجه. تمام طبعا واحدة واحدة بقعد أملى الحاجة كده لحد ما أوصل للشكل بتاعي. طيب تعالوا نخلي دول كلهم من غير لون خالص. ممكن نستخدم حتة زي دي مثلا، برضو نشيل اللون من عليها علشان ما تلخبطش.
ويخلينا ممكن نوظفها في حتة زي دي. الشكل ده مثلا ممكن اعملها سكيو شوية. بالشكل ده. طيب خلينا بعد كده يعني نعمل لها ماسك، امسح الأجزاء بتاعتي كلها اللي أنا مش محتاجها برضو. كل ده كده كده أنا مش محتاجه فهمسحه. تعال نشوف كده. ممكن بس نعمل كوماند يو برضو ونغير لونها شوية، نشيل منها سنة الأحمر. ممكن نعملها برضو سنة الكوفاية علشان أظبط الحاجات بتاعتي اللي هنا. اوكي طبعا همسح برضو الأجزاء اللي زادت مني تاني. طيب ممكن برضو اكل حتة زي دي. طبعا عارف ان هو الموضوع هيطول قوي بس في الاخر النتيجة هتكون كويسة وهيبقى الشكل برضو لطيف، ممكن نشتغل بيه بعد كده نعمل منه حاجات كتير. عايز بس دي تبقى معايا خط. اوكي برضو الجزء دوت محتاج ان هو يبقى مظبوط اكتر من كده. تمام طبعا ممكن اخد كيرف شوية من ديت بحيث ان هي تبقى باينة انها رياليستيك. بالشكل ده تمام. ممكن نخلي ديت هنا نعمل لها جروب. هعمل بعد كده برضو لاير وممكن أبدأ أخد من الدرجة ديت وأغمقها. طبعا كل ده محتاج ان انا اغمقهم.
بالشكل ده مثلا. وبرده جزء هنا بسيط، يعني احنا دلوقتي لو جينا نداري دي هنلاقي الظل جاي كده اصلا. كل ده هيغمق معايا، ده كده نفس الظل الحقيقي اللي موجود قدامي. فأنا بالنسبة لي طبعا لما أجي أخففه سوفت لايت مثلا وأعمله جاوزن بلير. أوكي، ممكن أعدي فيه سنة بسيطة، ممكن برضو أعمل واحد تاني لحد ما توصل عندي لدرجة الأسود اللي هنا. نشوف كده، هنا برضو هيبقى محتاج إن أنا أضيف عليها لير خفيفة أسود، والجزء ده أوكي. تعال نشوف كده. طيب هي فيها مشكلة واحدة بس، إن هي مش أبيض. طيب خلينا نعمل لير بيضة عليها. ممكن سوفت لايت، هنشوف كده. ممكن اعمل واحدة تانية كمان بس يعني كده كفاية بالنسبة لي دلوقتي مؤقتا. ممكن بعد كده أبدأ ادي التكسيم بتاعي اللي تحت الايد. تمام، ممكن أضيف برضو هنا درجات غامقة شوية. كده مثلا أوكي، كده وصلنا لمرحلة كويسة. طيب بعد كده ممكن أبدأ أضيف حاجات تانية، ممكن أجي مثلا أضيف حاجات زي الأسلاك دي مثلا. طيب أنا هاخدهم كوبي على طول لأن هستخدمهم كذا مرة، ويخليهم هنا. طيب واحدة واحدة كده نبدأ نوظف الأسلاك ديت بطريقة. خلي دي هنا دلوقتي. نفس الكلام بالنسبة لديت برضو. طبعا بشوف لهم لو المكان مناسب وبعد كده ببدأ أرصهم بالطريقة اللي تناسبني. ممكن استخدم حاجة زي ديت برضو. طبعا أنا
مش هاخد كل ده دلوقتي. وننزل بدول لتحت، خلينا هنا مثلا. طيب تعالوا واحدة واحدة كده نشوف كل واحدة فيهم. طبعا كل واحدة فيهم بقى هبدأ أعمل لها الشادو بتاعها. الشكل ده ومكان للحاجة بتاعتنا اللي داخلة ديت. اوكي نفس النظام برضو بالنسبة لهنا. هغمق الجزء اللي فوق. وهحط لها لير غامقة تحت. اوكي نفس الكلام برضو بالنسبة اللي تحت. ممكن ناخد ديت كوبي. طيب خلينا ديت نصغرها شوية كده، ممكن نخليها بس الحجم ده. بالشكل ده. اوكي طيب انا عندي ديت هعمل لها بس ديكو فايز هنا بسيط. تمام طيب هبدأ أخد حاجة زي كده. وأعمل منها كوبي وأخليها فوق. أوكي هعمل لها دروب شادو. ممكن اخده من هنا مثلا بركه بني كده غامقه. ممكن بالشكل ده مثلا. وممكن اما اجي اعمل حاجه زي كده برضو تاني. ممكن ناخد درجة زي ديت. نخليها تحتها. طيب لازم ديت برضو اعمل لها افصلها خالص كرييت لاير علشان اشيل الاسود اللي عندي هنا. تمام بعد كده طبعا لو عايز اضيف حاجة زي كده تاني مفيش اي مشكلة.
ممكن أضيف واحد تاني برضو هنا. برضه نحط له حاجة كده صغيرة. اوكي هنا برضو نفس الكلام، هنغمق دي خالص. اوكي ممكن برضو اضيف واحدة تانية من دي. بالشكل ده اوكي. طبعا احنا كل ده لسه شغالين في الدراع. ممكن اضيف بس حاجة سريعة كده فيها. طبعا انا بضيف وايرز كتير علشان يبقى الموضوع باين في تداخل اكتر. طيب خلينا نبدأ نشوف items تانية. انا so far يعني وصلت لمرحلة لطيفة. تعال نشوف عندنا ايه تاني. تعالى ممكن نستخدم حاجة زي كده. تعالوا نشوف ده لو خليناه بقى تحت مثلا. actually ممكن الناحية دي مثلا كده. نعمل له دروب شادو خفيف و الديستنس بتاعته كده مثلا. ممكن اشوف ماتيريالز تانية عندي برضو. انا اوريدي وظفت الحاجات دي. هنشوف واحدة تانية من دي برضو لو استخدمناها هنا. بالشكل ده مثلا. تعالوا نشوف ايه تاني عندنا برضو ممكن يتوظف. طيب انا عندي دي ممكن استخدمها تاني في الدراع التاني برضو. ممكن اجي هنا كده مثلا. انا ممكن اخد الجزء ده بس، خلينا نقصه برضو. نفس الكلام بالنسبة لهنا. اوكي خليني بس لو في اي ايدجز عندي مش مظبطة ممكن نظبط كده في السريع.
طيب خلينا ممكن نستخدم دي هنا دلوقتي، خليها فوق. وهخلي لونها برضو الأبيض بتاعي. الشكل ده ممكن اعملها لك كوفاي. اوكي ممكن نزود برضو الكوفاي سنة كمان. تمام بالشكل ده. طيب بشوف ماتيريالز تانية برضو لو عندي، ممكن حاجة ممكن زي ديت مثلا أكررها تاني. بالشكل ده طبعا برضو ممكن اخد اجزاء من الحاجات دي واضيفها تاني. تمام برضه ممكن نكرر ده التاني. طبعا لو في حاجة مش عجباني أو كده ممكن أستنى واستخدمها في حتة تانية. تمام برضو ممكن اكرر تاني. ممكن انزل دي بقى تحت شوية بالشكل ده. تمام طيب بعد كده ممكن انزل تحت بقى شوية اخد حتة تاني من ده، اخد حتة من الدراع بتاعي، بس خلينا نحددها بطريقة افضل من كده شوية. بالشكل ده مثلا. طبعا نخليها فوق خالص. وهعمل لها دروب شادو. طبعا عشان ما تأثرش على بقية الحاجات خلينا بالشكل ده. ونفكها برضو ونعمل لها نمسح الأجزاء اللي احنا مش محتاجينها من الجزء اللي تحت ده خالص، أنا مش محتاج كل ده.
اوكي طبعا برضو عندي هنا حتة زيادة مش محتاجها. ممكن اضيف برضو ايتمز تانية هنا. ممكن تحط الطريقة دي وطبعا امسح الحاجات اللي انا مش محتاجها. كل ده ممكن اخليه عادي. تمام ماشي. انا عندي الحتة ديت كده كلها زي ما تكون معدن. خليني ارجع تاني للحاجات بتاعتي. ممكن نستخدم دي شوية. مثلا ممكن أضيف منها التانية كمان. طبعا أنا بقفل دول علشان ما يعني ما تلخبطش. الشكل ده برضو تمام. طبعا كل واحدة منهم هديها بس عمق سنة بالشكل ده. تمام ممكن نشوف برضو حاجة زي كده تاني. ممكن أعمل لها تداخل في كذا حتة. ممكن أوظفها هنا مثلا. طبعا كل اللي مش محتاجه همسحه. وخلينا نشيل منها الأصفر خالص، أنا عايزها أبيض. تمام ماشي. ممكن برضو أضيف حتة تانية برضو هنا كده. طيب أنا عندي في الحتة دي أنا ممكن أجيب الجزء ده تاني. ممكن أخليها تحتها. نرجع سنة بسيطة من الجزء اللي هنا اللي كان ممسوح.
دي طبعا الأجزاء كلها اللي أنا مش محتاجها هنا همسحها. كده مثلا طبعا انا طول ما انا شغال بيبدأ بشوف دفوهات تانية ببدأ اغير فيها تاني. طيب انا ممكن اكشلي ممكن اخد حاجة ممكن اخد حاجة زي كده تاني واحطها هنا. طبعا همسح برضو الأجزاء اللي أنا مش محتاجها. وهغمقها سنة. اوكي تمام. طبعا معظم الحاجات اللي هنا دي هحتاج ان انا اغمقها. طبعا كل ده هيغمق. ممكن اعمل واحدة تانية برضو. بالشكل ده. اوكي خلينا نقفل الحاجات اللي احنا مش محتاجينها. تمام تمام ممكن اضيف برضه حاجة تانية كده بسيطة. طبعا هو البروجكت ده معتمد على كمية الليارات. ممكن أعمل منها واحدة تانية برضو. ونخليها في الجزئية دي. طبعا انا عندي الفايل بدأ يتقل من كتر الليارات بتاعتي الطبيعي ان دلوقتي الواحد يبدأ يقفل. تمام ممكن اشوف برضو لير تانية استخدمها. ممكن استخدم ده هنا مثلا.
طبعا برضو هخليها ابيض، هشيل منها درجة الاصفر سنة، وهعمل لها ماسك. هبدأ طبعا امسح الحاجات اللي انا مش محتاجها او اللي ممكن ابين بيها كسرات. طبعا هعمل عليها لاير برضو غامقة وأغمق كل الأجزاء دي. وأغمقها هي شوية صغيرة. تمام، ممكن أزود ماتيريالز تانية هنا برضو. طبعا لو عندي اي اسلاك ممكن اضيفها. بالشكل ده تمام. عندي برضو ماتيريالز تانية ممكن أزودها. ممكن أنزل دي تحت شوية. بالشكل ده ممكن برضه أزود واحدة منها تاني. تمام، طبعا أنا عندي الدنيا بقت ملخبطة قوي، ممكن اعمل برضو واحدة تانية من دي. نعمل لاس كيو. طبعا انا كل شويه بزود اسلاك لحد ما ايه، احس ان الدنيا عندي مظبوطه تماما. اوكي تمام، انا كده وصلت لمرحله لطيفه. ممكن برضو لو عايز أزود أي أسلاك تانية ممكن.
بالشكل ده طبعا، وهعمل لها برضو بالبراش تول، همسح الأجزاء اللي أنا مش عايزها. بالشكل ده تمام. انا كده ممكن اكون وصلت للشكل النهائي بتاعي. يعني انا طبعا ممكن اضيف عناصر كتير، وممكن لو في اي مشاكل عندي ممكن ابدأ اضيف عناصر تانية عادي جدا، ما فيش اي مشكلة. بس انا حاليا يعني وصلت تقريبا لاخر الحلقة، فخلينا احنا ممكن نعمل حاجة زي كده، واعمل لها كوماند الت شيفت اي. سوري، انا هحتاج ان انا هاخد دول كلهم في جروب وابدأ اشتغل عليهم. طبعا انا لو عندي باك جراوند عايز اشتغل عليها، عندي باك جراوند احطها وراه، ما فيش اي مشكلة. بس انا يعني هقتصر الوقت شوية، فخليني اعمل حاجة زي كده مثلا. طبعا الاضاءات بتاعتي كلها خلينا مثلا سوفت لايت. اوكي طيب، انا ممكن ابدا اقفل على كده. ممكن لو حابب ان انا اضيف اي ارضية ممكن اضيف ارضية. عندي بعد كده خلفية زي دي مثلا ممكن استخدمها. خليني بس نكبرها الأول شوية. خلينا ممكن نخليها soft light. الشكل ده مثلا. وممكن نشتغل على دي شوية. Selective color. طبعا حتة اللون ديت وانا شغال فيها بعد اختار اكتر حاجة مناسبة معايا. طيب انا عندي الفايل بتاعي بقى تقيل، فهحتاج ان انا اقلل الريزولوشن بتاعي شوية. ممكن نخليها مثلا 1500، او اكشلي انا ممكن اقلل بس الريزولوشن بتاعي. نخليه 150 مثلا او 200، وبعد كده نكمل شغل عليها. لان الموضوع طبعا وانت شغال وبتشتغل على سايز كبير ده بيكون صعب شوية وبيعقد الامور جدا. فخلينا نغير في الالوان بتاعتنا شوية كده، الدنيا بقت اهدى شوية. طبعا انا بغير في الالوان بتاعتي لحد ما بوصل برضو لانسب حاجة مريحة عيني.
هنشوف قبل وبعد. اوكي طيب، خلينا نعمل ليارات تانية برضو هنا. ممكن نعمل منها واحدة تانية. بالشكل ده مثلا. اوكي ممكن اعمل واحدة ثالثة. وخلينا نلعب مثلا في الليفلز. بالشكل ده مثلا. اوكي عايز انور مثلا الشكل بتاعي شوية والاطراف بتاعته، ممكن اجي مثلا درجات ازرق او درجات الاصفرات بتاعتي، ممكن اجي مثلا في الحتت اللي زي كده انورها. كل ده بنوره. خلينا نديها ممكن overlay soft light. اوكي ممكن نزود سنة الأزرقات برضو. تمام ممكن نديها بقى سنة يعني جاوزن بلير. الشكل ده طبعا الزيادات اللي عندي همسحها، اللي انا حاسس ان هو زيادة همسحه. اوكي ممكن نحط مثلا لير هنا. طبعا الجهاز تيل من السايز اللي انا شغال عليه. لو عايز ادي لون تاني برضو في الجزء اللي ورا مفيش اي مشكلة. ممكن برضو تبقى overlay ونهديها سنة بسيطة. اوكي طيب خلينا نشوف برضو عندنا ايه تاني. ممكن مثلا vibrance. ممكن نغير شوية في الكيرفز.
الشكل ده مثلا. وهعمل شيفت ديليت واختار سنة جراي. وطبعا سوري هعمل شيفت ديليت في نيو لاير. اوكي واختارها لينير لايت. طيب بعد كده هبدأ اشتغل عليها دوج اند بيرن. طبعا عندي الحتت اللي عايز انورها بنورها والحتت اللي عايز اظلمها بظلمها. طبعا كل ده بالنسبة لي هنوره. بالشكل ده مثلا. عندي حتة تانية ممكن اعملها دوج شوية. دي كلها بالنسبة لي ممكن أظلمها برضه. نفس الكلام بالنسبة لي هنا ممكن شوية. اوكي طبعا في حاجات كتيرة قوي ممكن تتعمل فيها، بس انا يعني بكتفي بهذا القدر. وبعمل كوماند الت شيفت اي بقفل اللاير بتاعتي وببدأ أعمل كاميرا رو فلتر عليها. بدوس طبعا أوتو. هو شايف إن هي محتاجة تنور سنة. الهايلايتس ممكن تقل. أوكي طبعا هنزود ديتيلز. طبعا بقى الألوان بتاعتي بقى عايز أغير فيها الأزرقات. بالشكل ده مثلا. اوكي بالطريقة ديت. وبرضه ممكن نغير في ديت نقفلها سنة. طيب اوكي خلينا نعمل منها واحدة تانية. في كاميرا رو فلتر برضو. وتعالى نجرب البريسيتس اللي عندنا. ممكن حاجة زي ديت ونقللها سنة. اوكي انا كده ممكن اكون وصلت لدرجة يعني لطيفة. يعني خلينا ممكن نوصل لكده. طبعا انا لو عندي بقى اي تاكس، لو عندي حاجة عايز اضيفها ممكن تضاف هنا. طيب وبكده يا جماعة اكون وصلت لاخر حلقة. حابب ان انا اشوف ارائكم، حابب ان انا اشوف كومنتاتكم. ان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة مع محمد عادل من هوك، وان شاء الله نشوف التجارب بتاعتكم في الكومنتس اللي تحت. شكرا لكم.